طبعا بالجبهة اللبنانية. بس كمان مش بتعتبر انه هذا الدخول السعودي او اعادة الزخم للدور السعودي فيما يتعلق بالشأن اللبناني تحديدا هو لاستدراكه بانه ارتكب خطأ؟ طبعا هو ما كان حاسب باي لحظة من اللحظات ممكن يصير في هذا الحدث الكبير في غزة وان تقدم كتاب عز الدين القسم على هذه العملية وان يتغير او يعني يحصل كل هذه المتغيرات في المنطقة، بس تخشى المملكة العربية السعودية الفراغ الموجود في الساحة السنية نتيجة القرار اللي اتخذته المملكة بإقصاء الرئيس سعد الحريري، فدخلت على هذا الخط لكي لا يسحب البساط من تحت أرجلها؟ ولكن هي انكفأت باعتقادك حدا قدر يعبي مكان المملكة العربية السعودية في لبنان؟ لا، بس ليس هناك ساحة موحدة. طيب، على الأقل هناك فراغ. علق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي، صح ولا لا؟ هل استطاعت أي شخصية سنية أن تمسك زمام الزعامة السنية في لبنان غيره لحد الآن؟ أدي له معلق العمل السياسي، دلني على زعامة سياسية قدرت تعبي الفراغ الذي أحدثه طيار المستقبل وعلى رأسه. بس ما في ولا زعامة سياسية يعني طائفية أو محلية تصل إلى هذا المستوى من القدرة بلا وجود داعم دولي حقيقي وراءه. اللي هو مين؟ المملكة العربية السعودية. معناتها أثبتت حتى بهذا الابتعاد، أثبتت المملكة العربية السعودية أنه هي رقم صعب بالمعادلة الداخلية اللبنانية، شئنا ما بينا رقم صعب بهذه المعادلة الداخلية اللبنانية. وأثبتت أيضا أنه ما في أي استحقاق يمكن إنجازه في لبنان من دون تكامل ثلاث إرادات: الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. من هون إعادة هذا الانفتاح، دعوة السفير الإيراني إلى منزل السفير السعودي، لأنه أي تسوية مقبلة بدها تكون مجموع هذه الإرادات مجتمعة، يعني بدها تتكامل هذه الإرادات مجتمعة لكي تنتج أي تسوية لها علاقة بأي استحقاق من رئاسة الجمهورية لأي استحقاق آخر. طب هذا المتغير اللي حصل بسبب العملية التي صارت في 27 والدور الجديد أو الزخم الإضافي لدور المملكة العربية السعودية في لبنان، ممكن حتى أن يطال إعادة النظر في الدور الذي لعبه وتوقف عن لعبه الرئيس سعد الحريري، ولا نحن صرنا بمرحلة جدا متقدمة لكي يعني حتى يطرح السؤال بحد ذاته إذا هناك دور ما لرئيس سعد الحريري؟ آدم، حسب معلومات المتواضعة اللي مش هي كتير، التواصل القائم بين المملكة العربية السعودية والرئيس سعد الحريري، وهذا التواصل على أي مستوى؟ على عدة مستويات، على عدة مستويات. وأزعم كمان حسب معلومات المتواضعة، وفيك تقاطعها كمان، أنه كثير من الملفات على الساحة اللبنانية ينسق السفير السعودي في لبنان بشأنها مع الرئيس سعد الحريري عبر اتصالات هاتفية دائمة مباشرة بين السفير وبين الرئيس، بين الرئيس سعد الحريري، حسب معلوماتي المتواضعة. وفيك تقاطع هذه المعلومات، وإذا خطأ يطلع نفي إذا خطأ، ولكن أنا متأكد من معلوماتي أن الكثير من الملفات الشائكة وغير حتى بعض ملفات البسيطة التي تحتاج إلى تسيير أمور يومية يتواصل السفير السعودي في لبنان وليد البخاري مع الرئيس سعد الحريري لإيجاد حلول لها. ولا زال الرئيس سعد الحريري وهو المبتعد عن الأضواء والمعلق العمل السياسي لا زال يساعد في حل الكثير من الملفات بصمت وبعيد عن الإعلام.